لما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب للذهاب بأكابرهم، وجاء إلى أطراف المدينة في غزوة السويق، وجاءوا بنسائهم حتى لا يفروا وليحاموا عنهن. ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد في مكان يقال له عينين، وذلك في الشوال من السنة الثالثة. فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس برسالة عاجلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر، فاستشار النبي أصحابه بين البقاء في المدينة أو الخروج إلى العدو، فأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، وكان ممن أشار عليهم الخروج رجال لم يشهدوا بدرا. فلبس النبي لمة الحرب وتلاوموا بعد ذلك، فقال لهم رسول الله: إنه ليس لنبي إذا لبس لمته أن يضعها حتى يقاتل. فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. عندما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش الذي قوامه 1000 مقاتل بحجة أنه أطاعهم في الخروج والقتال بينما كان يريد البقاء في المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. علينا أن نسيطر على المرتفعات، فهي خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى الرماة التزام الجبل. وتم اختيار 50 من الرماة، وشدد الرسول الوصية عليهم بألا يبرحوا الجبل سواء في النصر أو الهزيمة، فقال لهم: وإن رأيتمونا يتخطفنا الطير لا تبرحوا أماكنكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير. دارت المعركة والتحم الجيشان، والرماة فوق الجبل يرمونهم، وخالد بن الوليد بجيشه تحت الجبل، والمسلمون يتقدمون عليهم في القتال. انظروا، لقد انتصرنا، والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والأسلاب. لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم. فلما رأى خالد بن الوليد بعد ذهابه نزول الرماة من أعلى الجبل، التف بجيشه مرة أخرى راجعا ليأخذ أماكن الرماة أعلى الجبل، قتل من تبقى منهم بعد نزولهم وتقدم بجيشه. شب القتال مرة أخرى بينهم، وأخذ حمزة والصحابة يقاتلون بقوة حتى جاءه وحشي فرماه برمح فقتله.
فانعكس فعل معصية الرماة على المعركة، فبعد أن كانت في صالح المؤمنين تحولت لتصبح لصالح المشركين. وفر جمع من المسلمين إلى المدينة بعد سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفارون لا يلوون على أحد بالرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات معه. ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا من الصحابة، منهم أنس بن النضر. أشهد أن لا إله إلا الله. يا إلهي، لقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجه رسول الله وكسرت رباعيته وجرحت وجنتاه وشفته السفلى من باطنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد بلغ عدد الشهداء في أحد نحو 70 شهيدا، ويظهر ذلك في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقد مثل المشركون بجثث الصحابة، ودفن الصحابة شهداءهم في أحد بعد انتهاء المعركة، وبالرغم من ذلك عفى عنهم رسول الله ونهى عن المثلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.